التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، وتحيتنا متجددة بحضراتكم في انطلاقات هذا اليوم واستمرارية أشواط اللقاية التي غصمت ل24 شوطا، خاصة لسن اللقاية الموزعة على فئة الإبكار والجعدان. نسير مع انطلاقة جديدة وانطلاقة شوطنا ال15 الذي يضم نخبة من أيضا الجعدان المحليات إلى صايل. أسير إلى المقدمة وإلى البداية إلى المركز الأول، الشامخ اللي بدأ مع المركز الأول، الشامخ اللي تعود ملكيته لحمد بن سعيد بن زاهرة الخيالي، يتقدم راعي الشامخة في مقدمة الشوط، بينما ناخذ اللي على المركز الثاني من الجانب الآخر، هذا هو الكايد علي بن محمد بن يابر الحربي شعار الشقي، يأتي الآن مع المركز الثاني بينما نقلتنا على المركز الثالث. أتابع هنا شاهين أحمد بن سالم بالثعلوب الدرعي مع المركز الثالث، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع، وفي المركز الرابع هذا مشغل عابر بن خلفان بن محمد الهملي، ياتي على المركز الرابع. المركز الخامس شاهين سلطان بن سعيد بن غانم بن يريو المنصور، ياتي يا بن يريو مع المركز الرابع. المركز الخامس هنا الوصول الان من مزاحم مبارك بن هديب بن مبارك الهشامي، ياتي مع المركز الخامس. المركز السادس وراغب الوصول الان من شعار بن ثعلوب، هذا نعم بن ثعلوب، بينما ناخذ اللي على المركز السابع، وياتي ونس الهود سلطان بن حميد بالكديدة الفلاسي، وثامن المراكز هذا هملول حمد بن سالم بن سليم الاكتبي، وتاسع المراكز مصيحان مطر بن حمد بن بيات الرميثي، وعاشر المراكز نختم الندى مع هداد سالم بن سهيل بالرملي العامري. هذه هي النتيجة والنداء للعشر المراكز الاولى، او هنا لمسامعكم هذه الاسماء وهذه الشيء عارات. أعود إلى المقدمة بعد ما تممت العشر المراكز الأولى لحضراتكم مشاهدينا الكرام، عودة إلى المقدمة الأولى، عودة إلى شاهين، إلى شاهين اللي على المقدمة الأولى، أحمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي اللي على المقدمة وعلى البداية الأولى، بينما ياتي الهشامي، الهشامي مع مزاحم مبارك بن هديب بن مبارك الهشامي بمتابعته، وتضمير سليم بن حبيب الهشامي اللي شاهدنا له منافسة قوية من خلال مشاركاته الفعالة في المهرجانات الغوية، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث، اللي على المركز الثالث هذا شاهين سلطان بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري مع المركز الثالث. المركز الرابع هذا مصيحان مطر بن حمد بن بيات الرميثي، اهالي السمحة قادمين بقوة من خلال هذه المنافسة القوية، بينما في المركز الخامس، في المركز الخامس هذا مشغل مشغل نعم لعابر بن خلفان بن محمد الهاملي. 1200 يا مشاهدين، 1200 وابن بيات راح إلى الفوز، راح إلى المركز الأول، راح إلى البداية الأولى. يقدم لنا مصيحان، يقدم لنا مصيحان، وسلالة مصيحان، سلالة مصيحان، السلالة العريقة، السلالة العريقة، والله يبتل النوعية الفريدة، يبتل النوعية ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. راح إلى المقدمة، يطالع على اليمين وعلى اليسار، يبي له منافس بروحه بروحه، ينفرد على المقدمة هلولة، ينفرد على البداية هلولة. المركز الثاني هذا شاهين سلطان بن غانم بن يريو المنصوري، يلا يا بن يريو بدل ير مع الامتار. الاخير بن ثعلوب قادم، بن ثعلوب يقدم لنا شاهين، احمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي والهدف
الهشامي، الهشامي مع المركز الرابع، المركز الخامس هذا المغيري، وصل المغيري احد ممثلين بدية، ولكن عودة الى مصيحان، خلاكم مصيحان وراح الى الفوز الى الانتصار. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على مصيحان اللي راح لاهالي السمحة، لله يدركم يا اهالي السمحة على هذا الاداء المثير الجميل الذي يقدم مصيحان. الله مطر بن حمد بن بيات الرميثي يصبح على اهالي السمحة، يصبح على اهالي السمحة، ما شاء الله عليه مصيحان، ما شاء الله عليه مصيحان، هذا مصيحان يصل الى خط النهاية. تهانينا لبن بيات الرميثي على هذا الفوز المركز الثاني. وصل متابعين الاعزاء اللي هو ايضا شاهين سلطان بسعيد بغانبي ري، والمركز الثالث هذا ادهم ناصر بن مبارك ايضا الجنوبي، المركز الرابع المركز الرابع وصل فيه ايضا مزاحم مبارك بن ديب بن مبارك الهشامي، المركز الخامس المركز الخامس كان الوصول من شاهين حميد بن سالم بن ثعلوب الدرعي. هذه هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى، عودة إلى التوقيت الزمني، وهذا بصيحان ما شاء الله قدم العرض الممتاز، يشكر عليه بن بيات الرميثي. التوقيت الزمني 6 دقائق وثانيتين، الله دق تيم دق يا اخواني، طيب طيب ما شاء الله عليه على هذه النهاية السعيدة. وسلام لأهالي السمحة، سلام تحياتنا، بنصبح بالخير على أهالي السمحة وأهالي الطف، يستاهلون هذا الفوز والانتصار الذي أهداهم أيضا مصيحان وقدم هذا العرض الممتاز، بالإضافة إلى أيضا التوقيت الأفضل. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.